اليوم برمجنا حملة نظافة كبرى تحت رعاية رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولى العناية الكبرى بعملية النظافة منذ توليه على رأس كرسي البلدية. كذلك نحن كنواب درنا الأهمية الكبرى للنظافة لأن المواطن عاد يعاني هذه الفترة من ظاهرة القمامة المنتشرة بصفة كبيرة في بلدية البوني. حاولنا اليوم الخميس 27 حملة كبرى بقطاع البوني مركز، حيث سخرنا جميع الإمكانيات البشرية والمادية من عتاد، من حضيرة العتاد حوالي جرافتين تركتوبيل، 6 شاحنات كبرى من نوع 20 طن و7 طن، كذلك لكاميون سيتارن اللي قاموا بعملية تنظيف حوالي 100 عام من بلدية البوني من جميع القطاعات، 9 قطاعات كانت مشاركة في العملية. ما نخفيكش انه كل سبت عندنا عملية مبرمجة القطاع. ركزنا على نظافة على العمارات، وركزنا على النقاط السوداء اللي قمنا برفعها من قبل من طرف المواطنين الشكاوي اللي جاتنا، وركزنا على المداخل تاع البوني، وركزنا على المناطق اللي فيها مؤسسات الدولة كالمستشفى والفروع الإدارية وبولوكلينيك تاع البوني سنتر، ولقينا تسهيلات مع المواطن اللي عاوننا من جمعيات ومواطنين بسطاء، حقيقة مدنا يد المساعدة.